المنجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. طالبت مديرية زراعة كربلاء وزارة الزراعة بالتدخل لإيقاف استيراد محصول الطماطم بسبب توفر فائض كبير منه، وسجل إنتاج محصول الطماطم في محافظة كربلاء ارتفاعا كبيرا خلال الموسم الحالي، وصل إلى 750 طنا في اليوم الواحد، مطالبين وزارة الزراعة بالتدخل لإيقاف استيراد الطماطم لحين انتهاء الموسم دعما للفلاحين وتشجيعا للمنتجات المحلية. هذا ويعاني القطاع الزراعي في العراق من إهمال المحاصيل المحلية على حساب الاستيراد من الخارج، ما يتسبب بخسائر كبيرة للفلاحين. أعلنت منظمة أوبك أن إنتاج الدول الأعضاء 13 في المنظمة من النفط انخفض بمقدار 744 ألف برميل يومياً عن شهر تشرين الثاني الماضي بعد انخفاض إنتاج العراق وتسع دول أخرى. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن أكبر الانخفاضات جاءت أولاً من السعودية، إذ تراجع إنتاجها النفطي نحو 404 ألف برميل يومياً، تلتها الإمارات بانخفاض 149 ألف برميل يومياً، تلتها الكويت بانخفاض 121 ألف برميل يومياً، ثم العراق بانخفاض بلغ 117 ألف برميل يومياً. فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل في التوصل للاتفاق النهائي على مستوى التكتل لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي. واقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف أسعار الشهر الماضي في أحدث رد من الاتحاد الأوروبي على الاضطرابات الاقتصادية التي تسببت فيها روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا العام. ونتيجة انقسام الدول بشدة لم يسفر الاجتماع عن قرار نهائي، ما يترك وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي ليحاول مجددا التوصل لاتفاق في اجتماع آخر في 19 من الشهر الجاري. تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بعد أن أثرت بيانات الصناعة زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، ما عزز المخاوف بشأن ضعف الطلب حتى مع شح المعروض. وتراجعت العقود لأجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا لتتقلص المكاسب بنسبة 3% عن الجلسة السابقة، فيما انخفضت العقود لأجل خام برنت 25 سنتا لتصل إلى 80 دولارا و43 سنتا للبرميل. هبط الدولار الأمريكي بشكل حاد على خلفية بيانة تضخم أقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيرسم مساراً معتدلاً لرفع أسعار الفائدة خلال الساعات القادمة. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.67% بعد أن انخفض بنسبة 0.9% خلال الساعات الأخيرة. وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في شهر تشرين الثاني، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بأقل من 15 شهراً. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، نلقاكم بخير.